من مكة المكرمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج حاتم قاضي. سيد حاتم، هل نستطيع أن نطمئن الناس والحجاج بأنه ما حصل لن يتكرر؟ يعني في البداية يجب أن في هذه اللحظة نرحب ونجدد الترحيب بحجاج بيت الله الحرام الذين يتوافدون الآن في مكة المكرمة، أكثر من 1,000,000 حاج، وفي المدينة المنورة 300,000 حاج، وما زالت الطائرات تقل العديد من ضيف الرحمن. الحقيقة ما تم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كانت معالجة قياسية من خادم الحرمين الشريفين في وقت قصير جدا، وتم إعادة الأوضاع على ما كانت عليه بشكل بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالعناية والحرص والاهتمام من القيادة الحكيمة في الوقوف على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بحجاج بيت الحرام. الآن قناة القرآن الكريم وكل القنوات تنقل صورة كاملة بوضوح وبشرفية عن المصلين في المسجد الحرام. اليوم المسجد الحرام يعني كان يعج بأكثر من 1,000,000 مصلي وطائف وراكع وساجد ينعمون في جو تسوده الطمأنينة وفي أحسن الأحوال. ومعالجة موقع طبعا تم بوقت قياسي وفق خطة الطوارئ وبمعالجة وبمتابعة شخصية من سمو ولي العهد وزير الداخلية رئيس الحج عليا، فكانت المعالجة في أقل من الوقت القياسي المحدد لها. ثم توجد تلك المعالجة بوقوف خادم الحرمين الشريفين. طبعا هل كان مفاجئ تفاعل الملك بهذه السرعة مع الحادثة وتعهده بالمحاسبة وبالحل السريع؟ أبداً ليس بمستغرب، ولكن لم يكن مفاجئ، لأن كل ما يتعلق بحجاج بيت الله الحرام وبالعمار وبالزائرين يعتبر في أول أولويات خادم الحرمين الشريفين، كما نقلتم قبل قليل قوله على لسانه شخصيا عندما أكد على أن ملك هذه البلاد سمي بخادم الحرمين الشريفين لاهتمامه البالغ وعنايته بكل ما يتصل بحجاج بيت الله الحرام وزائر مسجد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذا سمحت لي في بعض أبيات شعرية رأيتها اليوم كانت تعبر عن ما تم يعني وعن المعالجة السريعة وعن الاهتمام من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. يقول الشاعر: إذا أردت الله يحفظ نعمة فالشكر يحميها من الضراء، فتوجهوا بالشكر يحفظ دينكم ويعذكم المولى أضال الداء، ويشد أذر مليكنا ويعينه ويدوم بالإصلاح في العلياء هو خادم الحرمين سلمان الذي قد زار حجاجا ببيت شفائي، هو آمر بعناية بذلت لهم لتمام حج دون أي شكاء، ولمن توفوا حج أرحام لهم من قابل بمحبة ووفاء، هذا التراحم بين أمة أحمد بمحبة ومودة وسخاء، مستشعرين جلال من حج له فهو الكريم وأرحم الرحماء. ثم الصلاة على النبي وآله ما عبرة فاقت على الفصحاء وعلى الصحابة كلهم، يا ربنا ما سار ركب الحج بالروحاء. هذه في أدبيات الحج من ما يعبر عن المشاعر الكبيرة التي يعني يمتن بها الجميع. نعم. بما فيهم حجاج بيت الحرام. طيب. ونختم الحجاج بالتجاوب السريع من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. طيب سيد حاتم ابقى معنا، يعني نطرح موضوع آخر طبعا عن الاستعدادات للحج هذا العام ونكمل معك الحديث. يستعد أكثر من 1,500,000 حاج لأداء مناسك الحج لهذا العام ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، وسط جاهزية تامة لجميع قطاعات أجهزة الأمن لتأمين الحاج ومواجهة أي تصرف يخرجه عن مساره. صحيا تنتشر الكوادر الطبية في منطقة المشاعر المقبلة استعدادا لخدمة ضيوف الرحمن. هذا وكان وزير الصحة السعودي خالد الفالح أكد على عدم وجود أي حالات وبائية أو محجرية بين الحجاج وأن صحتهم جيدة، وأدى أكثر من 1,000,000 مصل من حجاج بيت الله الحرام صلاة الجمعة في المسجد النبوي في المدينة المنورة قبل مغادرتهم لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج. طبعا نعود إليك سيد حاتم، الاستعدادات هذا العام كيف تراها مقارنة مع العام الماضي؟ طبعا الاستعدادات للتصعيد للمشاعر المقدسة وهي أهم مرحلة من أعمال الحج
لم تكن لتراجع في هذين اليومين الماضيين، إنما كان التخطيط لها من بعد موسم حج عام 1435، وحلقات من الخطة التشغيلية التي تخص وزارة الحج فيما يتعلق بكل أعمالها اعتمدها معالي وزير الحج من نهاية شهر رمضان لتكون الجاهزية في تمامها. الآن مثلا اليوم الرابع من أيام ذي الحجة في هذه العشر المباركة، يعني كما أسلفت في مكة المكرمة أكثر من 1,000,000 حاج، في المدينة المنورة أكثر من 300,000 حاج، وأن الرحلات الجوية ما زالت متواصلة. غدا يكون اليوم الخامس، يكون أكبر خروج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. ستخرج من المدينة المنورة غدا إن شاء الله أكثر من 1,000 حافلة، تقل بقية الحجاج إلى مهبط الوحي إلى مكة المكرمة لينضموا إلى إخوانهم في مكة المكرمة ممن وصلوا إلى مكة المكرمة استعدادا لرحلة المشاعر المقدسة. بعد غد اليوم الثالث يكون تسليم الحافلات، هناك أكثر من 20,000 حافلة جاهزة ومعتمدة من الفحص الدوري ومن الفحص الفني، ستدخل إلى مكة المكرمة على دفعات بمشيئة الله تعالى، ابتداء لاستلام مكاتب الخدمة الميدانية للمؤسسات الطواف الجاهزة المعدة لاستقبال الحجاج الكرام من أكثر من 5,000 مسكن في مكة المكرمة إلى رحلة المشاعر المقدسة. منهم من يذهب إلى منى لأداء يوم التروية، ومنهم من يذهب إلى عرفات بمشيئة الله سبحانه وتعالى لأداء الركن الركين، وهو طبعا الوقوف في عرفات هو أهم ركن من أركان الحج. النقل في المشاعر المقدسة بعد وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة يتم بثلاثة أنماط، يعني ثلاثة أساليب. إما يكون بالنقل الترددي، وهو تخصيص طرق محددة خاصة بفئات معينة من الحجاج، وينقل عبر النقل الترددي ما يقارب 500,000 حاج. ونقل يتم بالنقل التقليدي، وهو الحافلات تنقل الحجاج وتعود إلى عرفات ثم تعود مرة أخرى. ونقل على القطار، طبعا نقل القطار في هذا العام يمكن سينقل حوالي زيادة عن 300,000 حاج، باعتبار القطار ما زال في المشاعر المقدسة فهو يخدم النقل داخل المشاعر المقدسة، ووجود القطار بطبيعة الحال هو وسيلة رفعت من كفاءة النقل في المشاعر المقدسة قياسا على ما كان أساليب النقل في السنوات الماضية. نأمل إن شاء الله في القريب العاجل يكون ترتيبات في إيصال قطار المشاعر المقدسة إلى مكة المكرمة، وبالتالي سيرتفع أسلوب النقل بأسلوب أكثر كفاءة وأكثر جودة. شكرا جزيلا لك. أنا معنا من مكة المكرمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الحاج حاتم قاضي، شكرا جزيلا.